إنشاء ميثاق شرف للفتوى يضع القوى القانونية والإجرائية للتصدي لفوضى الفتاوى. خامساً، تنفيذ مشروع علمي تحليلي وتفكيك وتفنيد الفتاوى التكفيرية والشاذة. وقد خرج المؤتمر في ختامه بمجموعة من التوصيات والقرارات المهمة التي خلص إليها من اقتراحات السادة المشاركين من العلماء والباحثين، وقد جاءت التوصيات على النحو الآتي: 1. التنسيق الدائم بين دور الفتوى ومراكز الأبحاث لصياغة ردود فعالة في مخاطبة الرأي العام في ملف الرد على الفتاوى الشاذة والتكفيرية أولاً بأول. 2. ضرورة مراعاة المفتين لتغير الأعراف من بلد لبلد عند مباشرتهم وتنبههم إلى خطورة سحب مسائل الماضي إلى الواقع الحالي دون التفات إلى تغير مناط الأحكام. 3. إنشاء معاهد شرعية معتمدة للتدريب على مهارات الإفتاء والعمل الجاد على إدراج المساقات والمقررات المتخصصة في الإفتاء في المؤسسات الأكاديمية. 4. صياغة الجهود الفقهية والأصولية التي بُذلت في فقه الأقليات في منهج متكامل لتناول قضايا الأقليات يمكنهم من التعايش الرشيد مع الآخر. 6. تطويع وسائل التواصل الحديثة لخدمة العملية الإفتائية حتى تصبح أعلى جودة وكفاءة وأكثر فاعلية. 7. الدعوة إلى تحديد المباحث التي يحتاج إليها المفتي في علوم الواقع كالإدارة والاجتماع والاقتصاد والإعلام وعلم النفس. 8. العمل على توليد علوم الإفتاء وتسليط الضوء على ما خرج من بواكيرها مثل علم الاجتماع الفتوى وعلم النفس الفتوى. 9. الدعوة إلى ميثاق شرف لمهنة الإفتاء